بك بلا ولا شي ولا في بهالحب مصاري ولا ممكن في ليرات ولا ممكن في أراضي ولا في مجوهر. مساء الخير. ضيف حلقتنا لليوم فنان بعده عم يطرح على نفس السؤال، قولكم أنا جيت قبل ولا الفن إجا قبل؟ بس كلنا متفقين على شغلة كتير مهمة، منيح اللي في سامي حواط لنسمع النغمة الحلوة، وهو صار متأكد أنه حياته هي مشوار في ذاكرة النغم. مساء الخير سامي، اشتقنا لك. سنيكي بالخير. مزبوط، حياتك هيك مشوار بذاكرة النغم وبزبدين تحديدا، وحفلة ناجحة من حوالي أسبوع، بدي أقول لك مبروك. من نهار السبت الماضي أقل من أسبوع. ممنونك أنا وكنت كتير بفضل لو كنت تكوني موجودة، لأنه بعرف في ظروفك. كنا موجودين، كنا موجودين، بس أنت قولي قد وبزيادة، يعني بتعرفي كيف الأجواء بقى. كان كتير منيحة، عرفنا أنه الأجواء كانت رائعة، مع أنه بيكون فنان هالقد واثق بحاله، واثق بالفن الحقيقي اللي بيقدمه، بس بضل عنده هيدا الخوف. ليه بضل عندك هيدا الخوف سامي، انه معقول الناس تحبني، معقول تيجي بهالكم؟ يعني قبل شوي كنت عم تقول لي انه تفاجأت بهالكم من العالم. اكيد تفاجأت، لانه بظل الوضع اللي وصلنا عليه بشكل عام، بظل دائما بقول النسخه يعني عم بحس الناس قليل اللي يعني بلاقي نسخ من العالم، بينما قبل كان بعرف انه في واحد اثنين ثلاثه، هلا صاروا مثل ملزقين ببعضهم، نفس الشيء مثل الربوع عم بصير الراي العام. من هيك بعت الهم انه منيح بعد في ناس فالته عن هيك، عن المجموعه المسكره هيك بتزمط. هو اللي زمطوا، هو منيح اذا بيرجعوا بي، يعني جمهورك هو اللي الناس اللي ما بتشبه بعضها. اللي عندها حريه وفلتة، يعني بعكس السير اذا بدك. لا اذا بدي اقول لك انه اللي عارف حاله انه هو هذا هو قراره، يعني انه مقدر يروح يشوف هالنوع من هذا، مش انه نشوف شو في هون، قاصد يشوف شيء. هلا انا عرفت انه جمهورك كان من اللي رافقك من فتره طويله، ومن الناس الصغار الشباب اللي بدهم يتعرفوا على سامي حواط. انا هول اللي بدي اياهم، يعني هذا الجيل كثير منيح. شو قدمت لهم؟ يعني انت عملت حساب انه بده يكون في اجواء متعدده واعمار مختلفه، شو مزبوط. قدمت لهم؟ بعدين عدا عن هيك ست منى، انا يعني ركزت اكثر على يعني بما انه المسرح الريفي بمنطقه فوق جبال، كتير بعرف تماما انه في كتير ناس سامعه فيي، سامعه بهالاسم، وفي ناس ما بيعرفوني وبيعرفوني وبيعملوا حالهم، يعني في عده تفاصيل بمجتمعنا المفشكل، بعرفها انا هي تماما، بعرفهم، يعني بعرف نمط المجتمع اللي نحن عايشين فيه كله بعرفه انا. بعرفه مش لاني فيلسوف، بعرفه لانه عايش حقيقه الاشياء انا. فقررت هالفتره هالحفله بالتحديد انه اعمل شيء لهود الناس اللي حوالي منطقه بلاد جبال، يتعرفوا علي عن كثب، يعني يحكوا معي، يشوفوني، شوف شو بعمل انا، شو كذا. فهذا اللي انا فرحني، وفعلا عم بمشي على هذا الموضوع، لانه الناس اللي بيعرفوني اصلا مش عتلين همهم، يعني بيعرفوني مزبوط هودي، بس اللي مشخشبين فيي يجوا يشوفوني، يعني يحكوا معي، يشوفوا شو قصته هالزلمه. عظيم. فهذا اللي منيح. وكنت انت مبسوط، والردة الفعل يعني بدل الساعة ونص اكثر من ساعتين. كثير مبسوط، ولانه كمان تاسس لهالحفله في مجموعة أصدقاء، يعني هني كتير اشتغلوا معي بهالموضوع، هني اللي ولفوا كل شيء، هني نظموا الحفل، فهذه شغلة كتير أساسية، يعني في عندي مجموعة من الشباب والصبايا رائعين. وأنا بعرفه كتير منيح أنك لا تتعاطى التكنولوجيا، ما أنك صحبي معه، ولا منك صحبي مع الإعلام كمان، مع أنه الإعلام بحبك. شو؟ ما عم بقول لك كمان مش صاحبي، لانه كمان انه زبدين ما انا كثير بعيده، في كلمه نسخه فوتوكوبي، يعني انا بشوف كل شيء صار مثل بعضه، انا هذا الشيء ما بحبه، يعني انه هيك بينقل عنه مثل بعضه، ما بتقعدي تعرفي مثل كل شيء، انا ما بحب هيك، انا صح عن جد ما بحب، بحب الواحد يكون هيك غير شكل، يعني مش يعملها قصدا، يعني هو يكون هيك، يعني بقى مش عم بحس فيه هيك. وثلاث ارباع الشباب اليوم يعني مش عم يتجوزوا بسبب النسخ، يعني اسمعوا الكلمة الشباب، وثلاث ارباع الصبايا كمان، مش بس الشباب، يعني سبب النسخ. انا بحس في خطر بالوضع اللي نحن فيه اليوم، خطر على الجيل اليوم كيف ماشي، تطور على راسي وعيني، بس بدها شوية تروي باللي بيعمله الواحد. ولا شيء وحدك بلا ولا شيء، وبلا جوة امك بيك ورموش وماسكارا، وبلا من نسوان تحيك
وبلا كل هالمسخرة. أنت مختلف وما تجوزت لأنك مختلف كمان؟ لا أنا ما تجوزت لأنه كمان ما في شيء أكيد بالدنيا، يعني في قدر وفي تؤمن بالقدر بهالمسخرة. إيه كمان، وأنا بحس إنه متجوز كل شيء، متجوز ومتجاوز كل شيء. متجوز الموسيقى، النغمة، الكلمة، ومتجاوز أشياء كثيرة يعني كمان يعني. أنا بتمنى لك تضل عايش بحالة اللي عايشها، هالفاشن، هالشغف، هالحب الكبير للأشياء اللي حوالينا. منا هين الإنسان يعرف يستمتع بالأشياء الموجودة حده، بالطبيعة، بالمكان أنت موجود فيه. بس بدنا نعمل هلأ جولة سريعة على حياتك الفنية. حياتك أنا لاحظتها مقسمة لعدة أقسام. بداية التأثر بالأهل وأهلك الفنانين اللي يمكن ما عاشوا فنهم، الوالدة الفنانة اللي اختارت الأمومة بالنهاية. رجعت مع فترة الأحداث، التزمت سياسيا وفنيا مع زياد الرحباني ومجموعة من الفنانين الكتار، صحيح، وانعرفت فيهم بكثير مسرحيات مثل نزر مسرح السرور، مسرح وموسيقى وأغاني، صحيح، مثل نزر السرور، فيلم أمريكي طويل، كل هالمسرحيات. فيلم أمريكي طويل بالنسبة له بكرة شو شيء فاشل، فيلم أمريكي طويل، رائعين هالأعمال. انعرفت كممثل وكمغني، صحيح، بس بوقتها أكثر كممثل، لأنه كنت كثير حب التمثيل بوقتها، والوضع اللي كان جميل، يعني الوضع مع أنه كان حرب بس كان في شيء لذيذ بوقتها كمان. كان في قضية يمكن واحد عم ينبش عنها ومقتنع فيها، يعني في ظرف كان جميل. طيب هيدي المرحلة إذا بدنا نختصرها بغنية بفكرة، شو المرحلة؟ يعني ما فينا نختصرها، بس انه فينا نتذكر بما انه جلسه هيك حنين ونغم. شو بنتذكر؟ يعني خليني اتذكر مقطع من يا زمان الطائفيه مثلا، هلا خطرت على راسي. هيدي مقطع صغير يعني، بس من هالمرحله يعني. ويا زمان الطائفيه، طائفيه وطائفي، خلي ايدك عالهوي وشد عليها قد ما فيك، شوف الليرة ما احلاها تقطع من هون لهوني. انا والله بدي من شانكم يا بني بعلو طرفني، يا إسلام يا مسيحي ضليتوا بنفس التكتيك، رح بصفي المواطن وثني يهودي وبولشيفيك، تردد ولعمي حاج رايح معكم بالأونطة والتفلين، عنا هالأرز ولك عراسي وغير شو عنا يا شريك، في تفاحة يا ما شاء الله إن شاء الله ما يضربها الله، وفي عنا البيض بأورما السودا الني والمعلي، فينا نخلص بكل لغة، فينا 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 نزرزخ بالإبريق، وعنا حجرة عليها سمكي بعلبك سور وبيت الديك، في عنا سنسول مسائب فرجك اسماشي ترمزيك، وعنا حري أجلك بلا زهرة الله يخليك، وعنا مواسم طائفية بتغيب وبترجع قوي قوي، يا زمان العلماني متى أشوفك متفزي. مرحلة زياد ما رح أقول خلصت، بس أنت أخذت القرار عن حب ورضا أنك تكون وحدك، كمان تترجم حالك أو تقدم حالك وحدك. ليه؟ مع أنه نجحت أكيد نجحت، بس
لأنه كل واحد بهمه يكون هو شو عم يعمل كمان بدون المجموعة مهمة جدا جدا جدا، بس كمان إضافة للمجموعة كمان الفرد لازم يشتغل على نفسه يشوف هو شو بده ينتج، هو شو بيقدر يطلع، شو كمان هذه شغلة ضرورية. وأنا بعدها رسالة للأجيال كمان أنه ضروري كل واحد يشتغل على حاله كمان بس بدون إلغاء المجموعة طبيعي، يعني هذه شغلة أساسية. حلو طبعاً. ضليت ببيروت قدمت مجموعة كبيرة من الأسطوانات طبعاً. أغنيات للأطفال كمان، للأطفال اشتغلت كتير أنا وموسيقى يعني وأفلام، حتى ضليت أفلام سينما صحيح صحيح. كل هودي خلوك فجأة ترجع تقول الضيعة أحسن ليه؟ لا مش قصة أحسن منى، بس الظروف السياسية والأوضاع اللي نحن فيها هلا، الوضع الاجتماعي شوي تدنى زيادة، فحسيت إنه خلينا نعمل شيء بالريف كمان يعني. أي. بما إنه عندي أرض فوق طلعنا عملنا فكرة المكان مسرح واحة سقفية إلى وهالموضوع. وهون بدي أقول عن جلال خوري صديق. أي. العزيز المخرج الصديق كمان هو كان حدي بالنسبة للإخراج ولل، وطبعا وفاء البيتار عازفة القانون كمان حدي، تحية لألم. إضافة إلى ذلك في معنا الشباب والصبايا اللي هلأ دعمونا بهالحفلة، يعني ساعدوني الأصدقاء هني 7-8 أشخاص كمان، ورح نكفي بهذه الطريقة وأتمنى الخير يعني. وبيروت ما بتنترك، أنا خصوصا شارع المكحول، أنا بالمكحول دائما يعني. أي. صار شقفة مني المكحول. فبين بيروت وبين يعني بالصيفية فوق وبالشتوية بالحمرة ببيروت. وبعرف أنه برمت الدنيا أوروبا وأمريكا وغيره طبيعي. عندك شيء هلأ مشاريع للمستقبل؟ هلأ في برا بس مش كتير يعني، تمام طبعا بسبب الأوضاع. وأنا على فكرة يعني كل ظهراتي لبرا كانت تجيني دعوات من جمعيات، أو ولا مرة عملت شيء برا لمثلا هولي تبع شو بقولوا الجاليات، ولا مرة عملت شيء اسمه على يعني، لأنه أنا كلها جمعيات يا ناس بتشبهنا يعني، مش لأنه الجاليات كمان أنا بحترم هذا الشيء بس ما بتزبط أنا يعني، لأنه شغلي أنا هو ما بزبط معه لأنه دبكي وأنا يعني في غيري. فهذا اللي بدي أقوله يعني. أنا بدي أتمنى لك كل الخير اللي بتستاهله، بعرف أنك مخلص وما بتحب تكون بأي عمل أو بأي نوت بتكتبها إلا أنت، ونحن بنحبك مثل ما أنت. بعد في شيء ببالك هيك ما عملته؟ أكيد العمر الطويل والأيام اللي جاية. بلا أكثر شيء بدي أحكي عن العمر، إنه العمر ما له علاقة بشيء، أوقات بيكون عمره 12 سنة وواحد عمره 102 ما له علاقة، هاي كمان إلها علاقة بحياتي واستخلصت هذا الموضوع، إن كانت سيدة أو شاب أو مرة يعني. وأنا منى بحترمك وأنت بتعرفي، وأنا من المشجعين للحرية الشخصية الدائمة يعني، وأنت بتعرفي حكينا قبل أقول أنا بالحرة يعني مش حر. وبشكرك كتير منى. وأنا كمان شكرا للشباب ولكل عزبناك على استوديو، بعرف أنت بتحب تكون بهالوقت بالطبيعة وبجنينتك، بنقول لك يعطيك ألف عافية. خلينا نشوف ست منى خوري، شكرا.